كما تمكنت نفس العناصر أي العناصر الكتيبة الإقليمية للدرك سيدي عبد الله بالعاصمة من حجز 72 قنطارا من مختلف أنواع الحبوب وكميات من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كانت موجهة للاحتكار والمضاربة مهربة على متن شاحنة مقطورة، حيث سيتم تقديم المتورطين في القضية إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور الانتهاء من التحقيق. مواصلة لسلسلة المجهودات التي تقوم بها وحدة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، وفي إطار محاربة ظاهرة المضاربة واحتكار السلع استغلالا للظرف الراهن الذي تعيشه البلاد، وبناء على معلومات مؤكدة تمكن عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بسيدي عبد الله من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية المختلفة من الحبوب ومشتقاته والمقدرة ب 72 قنطار. هذه الكمية ضبطت مهربة بعربة مقطورة موجهة للاحتكار والمضاربة. بعد حجز السلعة وبناء على تعليمات النيابة سيتم تقديم المتورط أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة فور الانتهاء من التحقيق.